20 ريال على هذه اللي هي الهويا ويتي تري كولر، هي من انتاجنا اللهم لك الحمد والشكر يا رب. زي ما انت شايفها امورها تمام، في تربة من افضل انواع التربة ب20 ريال اذا احببت انك انت تحصل على هذه الهويا ويتي تري كولر. 25 ريال على هذه اللي هي البايلا، ما شاء الله تبارك الله، شوف بناتها كيف حواليها، هي من انتاجنا اللهم لك الحمد والشكر، منتجة في أفضل أنواع التربة ب25 ريالا. كيف اللون الفضي واللمعة فيها. 15 ريال على هذه اللي هي البوتس الماربل كوين، ما شاء الله تبارك الله، هي من إنتاجنا، شوف كيف جذورها في أفضل أنواع التربة، شوف جذورها الهوائية أمورها تمام جدا وممتازة، هتحصل على إنتاج جميل جدا، مرشوشة مبيد حشري، مسمدة جاهزة، ما فيها أي ورقة متضررة، ثق تماما يا أخي، 15 ريال شيء لا يذكر بالنسبة لهذه الجميلة. 85 ريال على هذه اللي هي في اليدندرون جولدن فايلن، الكمانة الذهبية، ما شاء الله تبارك الله، هي من إنتاجنا في الإسباق ناموس، شوف كيف جذورها، دوبنا أعطيناها الماء لذلك هي قبل التصوير، شوف كيف جذورها ما شاء الله تبارك الله، هي توب كاتينج ممتازة جدا، هذا شكل أوراقها وأمورها تمام جدا، وتعتبر من النوادر تقريبا في السوق المحلي ب85 ريال إذا أحببت تحصل على هذه الفليادندرون الحجم الراهي الكبير. 45 ريال وفرصة مجنونة جدا على هذه اللي هي فليادندرون تاي سان سيت، شوف كيف الفريجيتد في أوراقها ما شاء الله تبارك الله عليها، مجذرة في سباق ناموس، طبعا هي مثل هذه بالضبط في المستقبل حيصير عندك أوراقها، فسعر مجنون جدا على هذه، وهي واحدة عندنا يا تلحقها يا ما تلحقها. 25 ريال سعر مجنون على هذه اللي هي المونستيرا السكليت، شوف فتحاتها كيف كبيرة جدا، هي عقلة ما شاء الله تبارك الله في الماء، وحتحصل عليها زي ما هي كذا من عندنا بنفس الشيء هذا ب25 ريال، لا يشمل الشحن، لا يشمل التوصيل، لا يشمل زراعتها في تربة أو أي وسيط زراعي، هتحصل عليها زي ما هي كده. أحببت أنك إحنا نزرع لك هي في وسيط زراعي، هناخد رسوم على هذه الخدمة.